تحية طيبة مشاهدينا. الساعات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة على الساحة الفلسطينية سواء في غزة أو في الأراضي المحتلة. فقد استمر القصف الصهيوني على غزة رافعا حصيلة الضحايا إلى 230. في المقابل استمرت المقاومة الفلسطينية في غزة باستهداف مدن الكيان الصهيوني موقعة المزيد من القتلى والدمار. نتنياهو يتعهد باستمرار العملية مهما كلف ذلك من وقت، لكن الشكوك تدور حول دقة كلامه ووعوده هذه، لأن الأصوات المطالبة بوقف القصف ما زالت تتعالى حتى وصلت إلى الكنيست، وقد طلبت إحدى أعضائه صراحة بوقف القصف. بينما يحتار الإعلام العبري في البحث عن ضيوف لتغطياته من أصحاب العزيمة القوية فلا يكاد يجد. حالة من الإحباط تسود المجتمع الإسرائيلي اليوم بسبب الرعب الذي يخيم على مدنهم، حتى تحدث رئيس الموساد السابق قبل ساعات على إحدى القنوات العبرية إنه لابد من وقف هذه العمليات والاعتراف بقوة حماس لأن هذا واقع. على الضفة الأخرى، هناك في الضفة الغربية والقدس هناك حديث عن مواجهات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال تخللها إطلاق نار باتجاه جنود الاحتلال وإصابات بينهم، إضافة إلى إصابات بين المحتجين الفلسطينيين بسبب استهدافهم من قبل جنود الاحتلال في عدة مناطق مثل مدخل حي الشيخ جراح ورم والبيرة واللد وغيرها من المناطق. الموقف الدولي ما زال راكدا إلا بعض التصريحات هنا وهناك عن تحركات دولية لا أثر لها حتى الآن، بينما امتلأت ساحات الكثير من مدن العالم بالمتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية، تخللها هتافات ضد الصهاينة والولايات المتحدة الداعمة لهم والتنديد بصمت المجتمع الدولي. هذه ربما حوصلة مختصرة لأهم التطورات اليوم، لكن أسئلة كثيرة تدور حول الموقف الدولي. أين هي تحركات البيت الأبيض التي يتحدث عنها الناطقون باسمه؟ وماذا عن الموقف العربي الذي اقتصر على التنديد كما في كل مرة؟ وما الذي يدور في أروقة الأمم المتحدة بالخصوص؟ تساؤلات عديدة بصحبتنا اليوم سنناقشها مع ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير. هكذا هي المشاهد في غزة، لا يسر بها عدو ولا صديق. أشلاء جثث متناثرة، مباني تسوى بالتراب، صرخات الأطفال والنساء لا تكاد تنقطع، قصف جنوني مستمر. كل ذلك لسعي الكيان الصهيوني المغتصب للأرض إلى أن يغتصب أجزاء جديدة من أراضي فلسطينية. ورغم وضوح المشهد ومعرفة المعتدي والمعتدى عليه، إلا أن حكومات دول العالم لا ترى منها موقفاً صارماً تجاه هذه الاعتداءات. بيانات متباينة تخرج من هنا وهناك بين داعية للتهدئة وعدم التصعيد، وبين الداعمة للمغتصب ليزيد من اعتداءاته، وبين أخرى وقفت مع الشعب الفلسطيني. الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، شدد خلالها على حق ما أسماها إسرائيل في الدفاع عن نفسها. أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعرب عن قلقه إزاء ما وصفها بالتوترات الراهنة في إسرائيل وقطاع غزة، مؤكدا دعم بريطانيا لحل الدولتين. من جانبه دعا الرئيس الروسي إلى خفض التصعيد في الصراع المتجدد بين حركة حماس وإسرائيل خلال محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. في المقابل شدد الرئيس التركي أردوغان على أنه من الضروري أن يلقن المجتمع الدولي الكيان الصهيوني درسا حازما ورادعا لاعتداءاته المتكررة. واعتبرت ألمانيا أن للكيان الصهيوني حق الدفاع عن النفس في وجه هجمات حركة حماس الفلسطينية بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية. وعبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش عن حزنه إزاء الأعداد الكبيرة المتزايدة من الخسائر البشرية بما فيها الأطفال من جراء الضربات الجوية التابعة للكيان الصهيوني في غزة
وأيضا الوفيات جراء الصواريخ المنطلقة من غزة. ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى وقف التصعيد بعدما تحدث هاتفيا مع رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين. عربيا، استنكرت بعض الدول منها ليبيا الاعتداءات على الفلسطينيين، وعقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية أصدرت إثره بيانا أدانت فيه جرائم الكيان الصهيوني بشدة، وتعهدت بالتحرك دبلوماسيا لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته. لكن الشعب الفلسطيني لا يلتفت لكل هذه المواقف، فهو يعي جيدا أن العالم لا يزال يتحالف عليه مرارا وتكرارا، ويقف إلى جانب المغتصبين للأراضي المقدسة وإن ادعى نصرة الديمقراطيات في الشرق الأوسط والحريات وحقوق الإنسان. يعلم الشعب الفلسطيني أن حكام دول الشرق الأوسط لن تتعدى مواقفها بيانات الاستنكار والشجب والإدانة، وفوق ذلك يراهن على غضب الشعوب الإسلامية وعلى صبر آل غزة والمقدسيين، وأيضا على دفاعات المقاومة التي لقنت الاحتلال هذه المرة درسا لن يزول من ذاكرته. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج عبر الحدود. إذن تصريحات ومواقف متباينة تجاه قضية غزة والقضية الفلسطينية اليوم سنناقشها مع ضيوفنا الكرام. أرحب معي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في الشأن السياسي أستاذ زهير عطوف. مساء الخير أستاذ زهير، وأهلا وسهلا بك. وأيضا يسعدني أن أرحب برئيس تحرير وكالة أنباء تركيا عبر سكايب حمزة تكين، والدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي، والدكتور أيضا المحامي طارق شندب المحامي اللبناني وأستاذ القانون الدولي. مساء الخير ومرحبا بكم ضيوفي الكرام. سيد زهير، إذا أردنا أن نبدأ بالحديث عن دول التطبيع، الدول المطبعة علاقاتها مع الكيان الصهيوني، كيف كان دورها في الأحداث الراهنة اليوم؟ نعم، أولا نشكركم على الاستضافة الكريمة، واسمح لي أخي ناصر أول قبل كل شيء وأن نقدم تحية النضال والصمود والخلود للإخوان بتاعنا في فلسطين الأبية، في القدس وفي الأقصى وفي الضفة الغربية وفي غزة. حقا هم يقومون بعمل وبصمود يعني قل نظيره وعظيم جدا في الحقيقة أمام تواجد الماكينة الإسرائيلية الإرهابية التي تضرب بكل الأسلحة المتطورة التي تزودها الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الكيان الغاصب. إخوان بتاعنا نشد على أيديهم، وما علينا إلا ندعو لهؤلاء الإخوان وهكذا نساهم بمقالاتنا وفي حواراتنا مع القنوات. ما عدنا أمام تكالب رؤساء الدول العربية وأداء عدم فتح الحدود وكذا من أجل مساندة الإخوان بتاعنا في فلسطين، فتحية لهم تحية الصمود والخلود، وإن شاء الله فالنصر قريب في اعتقادي، وهو تحول استراتيجي إن شاء الله رحمة رحيم. ما تقوم به المقاومة في غزة بلا شك أنه تحول استراتيجي في عمر القضية الفلسطينية. بالنسبة لسؤالك سيد الفاضل، لا شك أن الدول المطبعة هي ليست متساوية، لكي نكون صراحة عندما نتكلم مثلا عن الدول المطبعة مثل الإمارات التي مجموعة من الصحف تتكلم على أن هناك طائرات إماراتية ساهمت في قتل الإخوان بتاعنا في غزة في أكبر سجن مفتوح يضم حوالي أكثر من 2.5 مليون، ولا شك بالمقابل إذا وضعنا مثلا المغرب والسودان التي يخرج الملايين والآلاف من المظاهرات في 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 شوارعها وفي مختلف المدن، مثلا بعد قليل اكثر من 155 مدينه في المغرب الذي طبع مؤخرا مع دوله الكيان الصهيوني، رغم ان يعني الحكومه وكذا تقول لك انه ليس تطبيع انما هو اعاده علاقات، لكن في الاخير انه الشعب المغربي خرج عن بكرته في 55 مدينه في المدن هذه. لكن على العموم الموقف العربي الان
باستثناء بعض المواقف العربية القليلة أنه موقف فقط للتنديد، اجتماع الدول العربية وأيضا التنديد من طرف وزراء الخارجية لبعض الدول وقيادات هذه الدول. لكن ما نلاحظه من الهبة الشعبية للشعب العربي هو المأمول، والذي يعني يخاف منه الكيان الصهيوني كما جاء في بعض تصريحاته، وعلى مستوى التواصل الاجتماعي نعرف أن الأزمة الآن العالمية التي يمر منها العالم، أزمة كورونا التي تمنع مجموعة من الناس للخروج في المظاهرات وخوفا من فيروس كورونا وكذا، لكن على مستوى التواصل الاجتماعي هناك تواصل، هناك حرب قوية يقودها الشباب في حقيقة، والشباب العربي والشباب المسلم على مستوى التواصل الاجتماعي، رغم أن مجموعة من الصفحات في الفيسبوك لاحظنا أنه يتم قطعها من طرف الموقع الفيسبوك، رغم ذلك نلاحظ أن هناك هبة كبيرة جدا، وهذا لا شك أنه أيضا هو جهاد من جهاد إلكتروني صح التعبير، لأن لكي يصل هذا الصوت العربي لكي لا نبقى نحن الدول العربية على العموم والشعب العربي على العموم يعرف القضية الفلسطينية لأنها قضية كل مسلم، لكن الدول الغربية ليس لها يعني معلومات كافية صح التعبير أمام وجود إعلام مبطن وإعلام لا يعطي الصورة الحقيقية. تعرف أنه مجموعة من اللوبيات في أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا تتحكم في وسائل الإعلام، وحتى وسائل الإعلام حتى العالمية وفي هوليوود، وبالتالي تكون هناك صورة مزيفة وصورة غير حقيقية، وبالتالي هذا ما يقوم به الشباب على مستوى التواصل الاجتماعي في اعتقادي أنه يبشر. ولا شك أن حتى المقاومة وما قامت به في غزة والتحول الاستراتيجي والانعطاف التي تقوم به الآن غزة في قصف إسرائيل أنه تحول في اعتقادي مهم جدا، كل بشائر خير لنا جميعا. إذا الموقف الرسمي العربي ما زال متخاذلا وما زال دون المأمول. دكتور طارق مساء الخير لك أيضا، أريد أن أسألك عن تقييمك لأداء حكومات الشرق الأوسط لاسيما العربية منها تجاه الأحداث الراهنة. مساء الخير لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين، تحية لكل الشهداء والجرحى وللمرابطين في أرض الرباط في فلسطين المحتلة، في القدس، في الضفة، في القطاع، في كل مكان من تلك الأرض المباركة. بالفعل نشهد الآن يعني وقفة جماهيرية عربية إسلامية مع هذا الشعب المظلوم، مع قضية فلسطين، قضية المسلمين الأولى التي ربطها الله سبحانه وتعالى بعقيدتنا الإسلامية من خلال الربط بين المسجد النبوي، من المسجد المكي والمسجد الحرام، من خلال رحلة الإسراء والمعراج. فالقدس والمسجد الأقصى هو القبلة الأولى، هو ثالث الحرمين الشريفين، ثالث الحرمين. وبالتالي نحن هنا عندما نتكلم عن الموقف الرسمي للأسف لا يرقى إلى المستوى الشعبي أو المستوى المطلوب. أنا هنا أحيي موقف الدولة التركية، موقف الرئيس أردوغان الذي دعا إلى إرسال قوات دولية وجيش للفصل بين قوات الاحتلال وبين الشعب الفلسطيني، وهذا أمر مهم جداً، ولكن للأسف باقي المواقف يعني بحاجة إلى أن تعدل أو أن تعدل لكي ترتقي إلى المستوى المطلوب منها لمواكبة تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إرهاب واحتلال كيان غاصب محتل جاء واحتل أرضنا عام 1948. ما ترتكبه إسرائيل صراحة بحق الشعب الفلسطيني هو جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، وهو من أفظع الجرائم على المستوى القانون الدولي الجنائي، وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد بدأت النيابة العامة التابعة لمحكمة الجنايات الدولية تحقيقا عن هذا الموضوع، ونحن نطالب بأن تستمر هذه التحقيقات حتى توضع كل الحقائق أمام المحاكم الدولية المختصة وأمام محكمة الجنايات الدولية، ولمعاقبة مجرمي الاحتلال الذين ارتكبوا ليس فقط جرائم الاحتلال وجرائم القتل وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإرهاب، وإنما أيضا جرائم الفصل العنصري وجرائم يعني التغيير الديموغرافي. ويكفيك أن كيان الصهيوني بالأصل هو كيان غاصب للفلسطين وللقدس، وبالتالي أتمنى أن يكون مواقف الدول العربية والإسلامية يرتقي إلى مواقف الشعوب الإسلامية. نعم سيد حمزة مساء الخير لك أيضا.
رأيتك تتحدث عن إمكانية إرسال قوات تركية إلى فلسطين، ولكن بشروط. ما هي هذه الشروط لو تطلعنا على تفاصيل كلمتك قبل قليل؟ في تركيا، هنا في تركيا للمرة الأولى يبحث أكاديميون، سياسيون، مؤرخون فكرة إرسال قوات عسكرية تركيا إلى فلسطين، إلى القدس، إلى غزة. هذه للمرة الأولى يتحدث المجتمع التركي بشكل علني وبشكل صريح بهذه الخطوة، وهنا تكمن هذه الأهمية. الآن هناك تحضير للشارع التركي، للرأي العام التركي لهذه الخطوة، وهذه الخطوة داخليا في تركيا يمكن أن تحصل. طبعا هناك إجراءات قانونية في الداخل التركي، تركيا دولة بنهاية المطاف، ليست حزب وليست فصيل. يعني الآن الحكومة التركية لا تستطيع أن ترسل قوات إلى أي مكان إلا بتوافق سياسي داخلي ووفق أطر دستورية وبموافقة البرلمان التركي. هذه إجراءات داخلية. ما يمكن أن يعول عليه أن الآن المجتمع التركي شعبيا وسياسيا من كل الأطياف، من كل المشارب الإسلامية، العلمانية المعتدلة، العلمانية المتطرفة، كل الأحزاب التركية، كل المجتمع التركي الآن مجمع على كلمة واحدة، هي دعم فلسطين والشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا الإجماع غير المسبوق في تركيا داخليا يمكن أن يدفع الحكومة التركية لاتخاذ مواقف تصعيدية متلاحقة وفق تطورات الأوضاع في فلسطين، منها قضية إرسال القوات العسكرية التركية. طبعا هذه القوات لن تكون منفردة، لأن أيضا هناك اعتبارات قانونية دولية تمنع تركيا من إرسال القوات العسكرية بشكل منفرد. ما نحتاجه الآن وما يطرح هنا في تركيا أن ترسل هذه القوات، وربما تتولى تركيا قيادة هذه القوات وفق إطار إسلامي، وفق إطار منظمة المؤتمر الإسلامي التي أصدرت في العام 2018 قرار يسمح بهذا الأمر للدول الإسلامية. وأيضا نذكر أن هناك قرار من مجلس الأمن الدولي، أظن هو ES 20/10 أو 10/20، هذا القرار يعطي إذن وضوء أخضر لإرسال قوات لحماية المدنيين في فلسطين. وبالتالي يمكن التعويل على هذين القرارين والاستجابة للموقف التركي، وتركيا مستعدة حسب ما هو أو ما بدأ يرشح من معلومات، مستعدة لقيادة هذه القوات. وبالتالي للمرة الأولى الآن يتحدث في تركيا وفي العالم الإسلامي عن هذه الفكرة. المطلوب الآن تركيا الآن تتحدث بهذه الفكرة، والرئيس أردوغان شخصيا ذكرها، وهو يذكرها خلال اتصالاته مع البنوك والرؤساء والأمراء والحكام حول العالم، ليجمع الآن موقف عالمي، موقف إسلامي. المطلوب الآن إسلاميا، لأن هذه الفكرة طبعا ستكون معارضة من قبل إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل كل الدول اليوم التي كانت تتبجح علينا بالشعارات الإنسانية الأوروبية، وإذ بها الآن ترفع أعلام هذا الاحتلال على مقارها الرسمية، ورؤساء أوروبيون علنا يخرجون ويقولون نحن ندعم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني علنا، منها ألمانيا، منها هولندا، منها النمسا، وعلى رأسهم جو بايدن. وبالتالي الآن ستكون هناك معارضة شرسة دولية لمثل هذه الفكرة. المطلوب الآن لمواجهة هذه المعارضة وحدة إسلامية، وحدة من قبل على الأقل الدول الإسلامية الكبرى والدول الإسلامية المؤثرة. بطبيعة الحال هي فكرة تركية الآن، وتركيا مستعدة للتنفيذ، ولكن تركيا لوحدها أظن أنه من الصعب تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع إلا بتوافق إسلامي ودعم إسلامي حقيقي. على الأقل حتى الآن، يعني أمر مؤسف، حتى الآن أسبوع تركيا أعلنت عن هذه الفكرة، لم نسمع أي دولة إسلامية مؤثرة خرجت وقالت الموقف التركي والفكرة التركية جيدة ويجب تطبيقها. المطلوب لتطبيق هذا الأمر بالحكمة والوفق القوانين الدولية، رغم أنها قوانين ظالمة، ولكن هذا الموجود حاليا. المطلوب الآن وحدة إسلامية، وحدة موقف إسلامي داعم لهذه الفكرة، وليست لأنها فكرة تركية نحن ندعمها. الآن هذا هو المطلوب، هذه الفكرة الأسهل الآن لحماية الشعب الفلسطيني والمسجد
الأقصى المبارك، وكذلك كنيسة القيامة التي تعرضت كثيرا. ربما هذا هو أقل المطلوب، أقل المطلوب ومن الصعب حتى الآن الحصول عليه. دكتور إسماعيل خلف الله، مساء الخير لك أيضا. الجامعة العربية في سياق الحديث عن المواقف العربية والإسلامية، الجامعة العربية نظمت اجتماعا اضطراريا كما شاهدتم لبحث الأزمة في غزة، كيف تابعتم الاجتماع؟ بداية أحييكم وأحيي السادة ضيوف والسادة المشاهدين الكرام، حياكم الله. المتتبع لمواقف الجامعة العربية، ليس هذا الموقف فقط، يعني هذا ما يتعلق بما يحدث الآن في غزة من إجرام، أو الآن الجريمة التي تحدث أمام أعين كل المجتمع الدولي بحماية وبضوء أخضر من الذين يدعون حماية الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وحماية المنظومة القانونية الدولية. الجامعة الدول العربية في اعتقادي أنها، قلناها مرارا وتكرارا، هي ميتة إكلينيكيا، وأن هذا الحدث ربما الآخر، آخر أمر سيهمها. يعني هذا البيان البائس، هذا البيان الذي صدر على جامعة الدول العربية في اعتقادي هو يبقى مثله، مثل الأوراق التي تصدر على هذه الهيئة التي أغلب منتسبيها ذهبوا وسارعوا للتطبيع مع هذا المجرم، مع الكيان الصهيوني الذي اليوم هو يقتل باسم الشرعية الدولية، باسم الحماية الدولية، انطلاقا من إدارة بايدن، هذه الإدارة التي كان ينتظر منها هذا العالم أن تصلح ما أفسدته إدارة سابقة، إدارة ترامب. فها هو الآن يشهر أنيابه، هذه الإدارة تشهر أنيابها ومباشرة تزرع سمومها مباشرة، والضحية الأولى هو الشعب الفلسطيني وأطفال غزة. هذا عيب وهذا عار على هذا المجتمع، الذي المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية. اليوم إذا رأينا أن هذه الجرائم متعددة الأشكال، هذه الجرائم وهذا الانتهاكات السارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف ولكل الاتفاقيات الدولية ولكل شيء يمثل الإنسان ويمثل الإنسانية، نحن نلاحظ اليوم هناك جريمة مقننة وجريمة محمية دوليا يرتكبها هذا الغاصب ضد أطفال غزة، يرتكب الجرائم، يدك المدن، يقصف الأحياء ويقصف المدنيين، يقصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة، كلها هذه الجرائم في نظر القانون الدولي هي تصنف وتكيف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة إذا نظرنا إلى ميثاق روما الأساسي الواضح، واضح في نصوصه، خاصة ما تعلق بنص المادة 6 و7 و8 من هذا النظام، التي تدل والتي تتكلم على هذه الجرائم التي تعود اختصاصها حسب نص المادة 5 لمحكمة الجناية الدولية. ولكن هذا هو الواقع، العدالة الجنائية الدولية غائبة ومغيبة للأسف الشديد. فنلاحظ أن إذا كان ترامب، إذا كان بايدن، وإذا كان من ورائه عواصم أوروبية أخرى، برلين وعواصم أخرى، من تدعي حقوق الإنسان وحرية التعبير والإنسانية، هي تعطي الضوء الأخضر والمبررات لهذا الإجرام. فهنا في اعتقادي أن الكيان الصهيوني ما كان ليقوم بهذا لو لم يعلم بأن هذه الحماية ستكون له، وأعلم هو يعلم أيضا ويعلم جيدا أن العالم، هذا العالم المنافق، لن يتحرك قيد أنملة، وهو الآن بل بالعكس لا يشاهد الجريمة فقط، ولكن يدعم هذه الجريمة بأطر متعددة. كنا ننتظر من مجلس الأمن الذي يخول له الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة أن يجتمع وأن يصدر قرارات رادعة لهذا الكيان الصهيوني الذي يرتكب هذه الجرائم في حق الإنسانية، لكن
للأسف الشديد حتى الورقة، تلك الورقة التي تحمي وتحمي ماء وجه هذا العالم وهذا المجتمع الدولي، وهذا الورقة لم يصدر حتى قرار إدانة، ووقف الفيتو الأمريكي حاميا للجريمة وحاميا للآلة الوحشية والنازية الصهيونية التي تقذف بدون روح وبدون إنسانية الأطفال. لاحظنا كيف الأشلاء الأطفال، لاحظنا كيف الأبراج تدك، يعني وكأنك تعيش في أفلام خيالية أصبحت غزة تعيشها وكأنها يعني أنها أفلام حقيقة. والمواطن الفلسطيني اليوم يعاني من هذا. لا أعتقد أن هذه يواجه كل ذلك بصمت عربي وإسلامي ودولي أيضا صمت مطبق. أنا أريد أن أعرج على بعض ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، اسمح لي دكتور عبد الله، دكتور إسماعيل عفوا، و يعني هناك البعض من التغريدات مبشرة وبعضها ينتقد الواقع أيضا. هناك تغريدة لإحسان الفقيه تقول: مرت الأمة الإسلامية بظروف أشد مما تعانيه اليوم من ضعف وتفرق، اقرأوا اجتياح المغول للعالم الإسلامي ومواقف بعض الحكام تجدها أسوأ من اليوم، اقرأوا تاريخ الأندلس ففيه دروس وعبر، اقرأوا الحروب الصليبية ولمن كان الظفر، وتقول الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، فأبشروا ولا تيأسوا. الدكتور عبد الله النفيسي أيضا يتحدث عن صهاينة العرب ويقول: يجب أن يخجلوا من عرب الصهاينة، ظهرت أصوات داخل الكيان الصهيوني على ضعفها تندد بسياسة الإخلاء في الشيخ جراح، إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها لصالح المستوطنين، وسارت مظاهرات لمجموعات إسرائيلية تؤيد الهبة الفلسطينية واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية. تغريدة أخرى من حساب جهاد حلس يقول: عشت كل عمري بين حروب وانتفاضات، في حياتي كلها لم أرى قصفا جنونيا كهذا القصف ولا وحشية كهذه الوحشية في هذه الساعة العصية. يا أحباب غزة، لا تنسوا غزة من دعائكم، فقد اشتد الكرب وعظم الخطب وليس لها من دون الله كاشفة. هذا بعض ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي. سيد زهير، يعني نرى ذلك، نرى الشامت ونرى المتعاطف ونرى الذي يستنجد ونرى أيضا المتفائل والمبشر. اليوم لو تحدثنا عن عرب الصهاينة كما اسمهم دكتور عبد الله النفيسي، بعض الأصوات الإسرائيلية التي خرجت تندد ب القصف على غزة من جهة وتندد أيضا بإخلاء بطرد سكان حي الشيخ جراح، بالإضافة إذا ربطناه مع الهبة الفلسطينية التي شاهدناها في الضفة الغربية في كثير من المناطق، اليوم تطور الأمر إلى إطلاق نار وتبادل إطلاق نار مع الجنود الصهاينة، هل يمكن أن يؤثر ذلك على موقف قادة الكيان الصهيوني في وقف هذه الحرب؟ طبعاً الحال لأنه الكيان الإسرائيلي الآن يعني لم يحسم المعركة، يعني هو حتى في 2014 عندما كانت غزة أو كانت المقاومة في غزة عندها صواريخ ليست طويلة المدى كما اليوم، اليوم نلاحظ حتى مطار عقبة تم ضربه 250 كيلومتر، ولم يستطع أيضا الدخول بريا الاجتياح البري كما فعل في 2014 لأنه يعرف أنه سيتم أنه الغزاويين ينتظرون ذلك، ينتظرون ويريدوا أسرى وكذا لكي يبادرون بأسرى الفلسطينيين وكذا، ولا يستطيع هو أن يدخل، هو يحتاج كما جاءت في أحد أظن نيويورك بوست أنه يحتاج هذا بنيامين نتنياهو لوقت لكي يعطي ضربة قوية لبعض القادة المقاومة في غزة ويربح الوقت لكي يخرج سياسيا منتصر من هذا من هذا من هذه المعركة التي. فأنا في اعتقادي شوف اليوم سيد الفاضل نحن ربما احنا ننظر إلى الدول العربية أنها
يعني قادة الدول العربية للأسف الشديد لم يعطوا الكثير للقضية الفلسطينية. ممكن البعض يتكلم على مساعدات مالية، لكن لا ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية التي نريد أن تتحرك من أجل نصرة إخواننا في فلسطين، هذا لن يحدث أبدا، رغم أنها من الدول الداعية أو الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط. للأسف الشديد تعرف أنا أعطيك قصة بسيطة طرت يعني في المغرب في التسعينات. كان هناك قنصر أمريكي في الدار البيضاء، وكان ضيف على احد القنوات الثانيه في المغرب. سالوا الصحفي قال لماذا انتم تدعمون اسرائيل رغم انكم يعني فقط السعوديه كدوله اخيرا لكم كثير خير لكم كثير من 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 من, من اسرائيل طبعا حاله يعني ويضاف للدول العربيه والاسلاميه. قال لان نرى في اسرائيل نفس التاريخ الذي كنا فعلناه في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عندما دخلوا القارة الأمريكية تعرف أنهم أبادوا الهنود الحمر، فيروا في إسرائيل نفس الهمجية التي تفعلها الآن في الفلسطينيين. طبعا الحال هذا بعد تاريخي مهم جدا، بعد الذاكرة حفظ الذاكرة مهم جدا، وهذا من بعد تم إقالة هذا القنصل وأتوا بقنصل آخر، بمعنى أنه اليوم لا نعتمد على أنه الولايات المتحدة الأمريكية أنه ممكن تعطي. اليوم البارح يتكلم وزير الخارجية يتكلم على أن من حق إسرائيل الدفاع عن النفس. أي دفاع عن النفس؟ هل المقاومة الفلسطينية في غزة هل 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 تمتلك F-16 وتمتلك الأسلحة الأمريكية؟ هي صناعات محلية، صواريخ محلية طورتها غزة. نعم هذا في اعتقادي تغير استراتيجي مهم جدا، اذا اسقطنا على 10 سنوات 20 سنه سيصبح لغزه يعني او المقاومه في غزه سيصبح على اكثر ما عندها الان، لكنه لن يقل انه هذا مقارنه مزيفه من طرف الولايات المتحده بعض الدول الاوروبيه كالمانيا، وزير الخارجيه الالماني والنمساوي يقول بانه من حق اسرائيل الدفاع عن النفس. للاسف الشديد اليوم اللوبي الصهيوني يبدو انه كما في امريكا مجموعه من الدول الاوروبيه يسيطر على الاعلام ويسيطر على هؤلاء، فنحن لابد أن نقاوم على الأقل على مستوى الشعوب. هذه قضية لن نسمح فيها، لأنها قضية معيار، هذا معيار إيماننا. لأنه شوف الدول العربية الآن بعد الربيع العربي كثير من الردات عرفت مجموعة من الدول العربية، لكن لاحظ أن الدول العربية والشعب العربي والإسلامي كله الآن بوصلته هي واحدة نحو القدس ونحو الأقصى ونحو غزة ونحو فلسطين، لأن هي معيار الإيمان بتاعنا نحن كمسلمين، وهي قضية كل مسلم ومسلمة في جميع أنحاء العالم العربي العالم الإسلامي من جاكرتا إلى الرباط، وستبقى ذلك إلى أن يرث الله أرضه من عليها. نعم دكتور طارق، يعني نلاحظ الكثير من المواقف الأوروبية التي تتحدث عن حق الصهاينة في الدفاع عن أنفسهم، هل هذا بتأثير الدعاية الصهيونية الإعلامية القوية، أم أنهم يعرفون الحقيقة فعلا ولكنهم يقفون مع ذلك في صف الكيان؟ طبيعي جدا أنهم يعرفون الحقائق وأن هذا الكيان هو كيان مقتصر للأراضي، وتفاجأنا بمواقف بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا مثلا. وأنا هنا لابد أن أؤكد مثلا على أن حق الفلسطينيين باستهداف أي هدف من صهيوني هو حق مشروع بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة وبموجب القانون الدولي، لأنها قيام محتل. وبالتالي ما يقوم به بعض الدول ما تقوم به بعض الدول الأوروبية هو طبيعي جدا لسياسة الدعم التي تمارسها تجاه القضية الصهاينة تجاه القضية الفلسطينية ولسياسة الكيل بمكيالين. فعمليات التعطيل دائما في مجلس الأمن الذي حق الفيتو سواء كان من الأمريكان أو من بعض الدول الأوروبية تملك هذا الحق في موضوع محاكمة يعني رؤساء الكيان الصهيوني أو قادته أو في محاص إرسال قوات دولية. وأنا هنا يعني أشيد بالمناسبة بالخطوة التركية الداخلية والرسمية وندعو إلى تضامن عربي وإسلامي مع هذه الخطوة لكي نشكل قوة يعني أقل ما يمكن أن تكون عسكرية للفصل بين الإخوة الفلسطينيين وبين العدو الصهيوني أو لحماية القدس ولحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ولكن طبيعي جدا هناك تقصير حتى من الدعاية العربية ومن الدعاية أو من حق من إصهار فكرة الحق الفلسطيني داخل أوروبا سواء باللغات الأجنبية. ولكن لنكن صريحين أن العدو الصهيوني يعمل على تلك الدعاية والمظلومية وعلى حقه في احتلال منذ سنوات طويلة، ويصرف مليارات الدولارات ويواكبه لوبي مالي وإعلامي قوي جدا، ونحن بالمقابل مقصرين
حتى على المستوى السياسي وحتى على المستوى الإعلامي وحتى على المستوى القضائي وحتى على كل المستويات. من هنا نحن ندعو كافة الأخوة في كافة المجالات سواء كانت الإعلامية أو القانونية أو السياسية إلى التكاتف لنصرة قضية الشعب الفلسطيني ولإظهار مظلومية هذا الشعب وحقه بالدفاع عن نفسه. وهنا لابد من التأكيد على أمر مهم جدا جدا، أن كافة ما تقوم به القوات الصهيونية من جرائم بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم لا تسقط بالتقادم، ويجب عليهم أن يجب على الجميع أن من مؤسسات قانونية دولية أن تقوم بمحاكمتها، ولا بد من لمنظمة دول التعاون الإسلامي من دور مهم في دعم القضية الفلسطينية. نحن نسمع شعارات وقرارات بدون تنفيذ حتى من جامعة الدول العربية. إذن العالم الإسلامي مقصر تجاه القضية الفلسطينية، والمشكلة الرئيسية هي في مجلس الأمن، نعم، وفي القوة الدولية المسيطرة على مجلس الأمن التي تملك حق الفيتو، ولكن إذا كان هناك تعاون جدي وحقيقي عربي من جماعة الدول العربية ومع دول مجلس التعاون الخليجي مع دول مجلس التعاون الإسلامي مع كل الدول الإسلامية، فيمكن تشكيل قوة إسلامية طاقدة سياسية وشعبية. ولكن للأسف هناك بعض يعني الدول العربية أو الدول يعني هي في موقف متخاذل، وهنا لابد من تأكيد على موقف آخر لابد أن نذكره. الكثيرون من الأخوة ينتقدون موقف أو عندما أقول الأخوة عندما أقول يعني الشعوب العربية والمسلمة في كل العالم الإسلامي ينتقدون وهم محقون ينتقدون موقف بعض الفصائل الفلسطينية التي أشادت بالإرهاب قاسم سليماني واعتبرته شهيد القدس، فيما هو تاجر من تجار القدس وهو إرهابي وقتل كل الحاضنة الإسلامية العربية المحيطة في القدس ولم يقم بتحرير أو بتوجيه أي سلاح أو أي طلقة باتجاه العدو الصهيوني. هنا نقول لكل الأخوة أن وقت هذا الخلاف يجب أن نضعه جانبا، وأننا يجب أن نتغاضى عن هذه الجروح وأن نقف مع الشعب الفلسطيني. فنحن نعرف أن حتى إيران هي دولة تاجر بالقدس، فأين فيلق القدس الآن مما يجري من في القدس من قتل للشعب الفلسطيني؟ وأين قوات حزب الله التي تملك الصواريخ التي يمكنها أن تطال تل أبيب وهي لا تحرك ساكنا؟ من هنا هذه الانتفاضة كشفت كذب هذا المحور أيضا، وكشفت كذب تلك الفيالق الإرهابية التي ذبحت المسلمين. وأنا أدعو كل الأخوة الفلسطينيين الأخوة السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين أن يتغاضوا عن جروحهم فيما خص بواقف بعض الأخوة الفلسطينيين من فيلق القدس، وأن يقفوا مع الأخوة الفلسطينيين كمقاومة وكشعب، لأننا لن نريد أن نقع في نفس الخطأ. ونصرة المسلم لأخيه المسلم والمؤمن لأخيه المؤمن واجبة، وتضامنه معه واجب في واجبيات الصهيوني. أما بعض المحبطين الذين يقولون أنه لا مجال للمقارنة بين الآلية الصهيونية العسكرية والآلية وآلية المقاومة وما تملكه من سلاح، فنحن نقول لهم على مدار العصور ومنذ عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحتى هذه اللحظة، متى كان هناك تكافؤ بالمعنى المادي بين المسلمين وبين المشركين؟ هل كان في معركة بدر تكافؤ؟ هل كان في معركة الخندق تكافؤ؟ هل كان في معركة اليرموك تكافؤ؟ هل كان في عين جالوت تكافؤ؟ أبدا. لكن الإيمان القوي في قلوب المسلمين واستعدادهم بما يستطيعون من إعداد كما أمر ربنا عز وجل، وتوجههم بقلوب صافية باتجاه الشهادة، هو ما سيحرر هذه البلاد المظلومة والمضطهدة والمحتلة من قبل العدو الصهيوني. لا بد أن نبارك جميعا عمليات المقاومة التي هي حق مشروع للشعب الفلسطيني اتجاه العدو الصهيوني، وهي حق كفله القانون الدولي والقوانين الدولية كافة واتفاقيات جنيف الأربعة، ويجب أن ندعمهم بكل ما أوتينا حتى ولو بكلمة واحدة، فالمسلم أخو المسلم لا يخزله أبدا، وبالتالي هذا واجب وهذا فرض عين على كل مسلم. يعني دكتور طارق، أنا كنا قبل الهواء قبل قليل نتحدث في هذا الموضوع، موضوع حماس وعلاقتها بإيران، والحقيقة مما قلته أن لا عدو للعرب والمسلمين أشد من إيران والفرس الصفويين، ويعني هي ربما قبل إسرائيل وقبل أي عدو آخر. ولكن المنطق يقول أن حماس التي أغلق عليها وحوصرت من كل
جهات العالم حتى ممن هم في عداد الأخوة والأشقاء من مصر مثلا حصرت وحصرت في لقمة عيشها. أنا قلت قدموا بديلا لحماس عن إيران وبعدها انتقدوا علاقة حماس بإيران، هذه الكلمة التي أردت أن أقولها. سيد حمزة، بالأمس أشرت أنت إلى مقترح قد تقدم به ضابط متقاعد بالجيش التركي، اقترح مشروع ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وفلسطين، ما أمكانية ذلك؟ بنسبة 100% إذا تحقق شرط وحيد وهو وجود سلطة شرعية في فلسطين توقع مثل هذه الاتفاقية مع الجانب التركي كما حصل مع الجانب الليبي، لأن الاتفاقية بين ليبيا وتركيا كانت بين جهتين شرعيتين، جهة في أنقرة وجهة في طرابلس، وبالتالي لم يستطع كل العالم، كل أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، لم يستطع أحد أن ينقض هاتين الاتفاقيتين بين طرابلس وأنقرة. لماذا؟ لأنها وقعت بين جهتين شرعيتين. المطلوب الآن إذا وجدت جهة شرعية في فلسطين مستعدة لتوقيع مثل هذه الاتفاقية مع الجانب التركي، المتوقع أن تركيا لن ترفض على الإطلاق مثل هذا الأمر، ولكن هذا الأمر يترتب على الجهة الفلسطينية والكرة بالملعب الفلسطيني. مطلوب وحدة في الداخل الفلسطيني وجرأة وقوة ويعني جرأة على اتخاذ القرار والحديث مع الجانب التركي لتوقيع مثل هذه الاتفاقية. ونفس الصورة إذا وقعت هذه الاتفاقية بين تركيا وفلسطين، نفس الأمر الذي حصل مع ليبيا سوف يحصل مع فلسطين، وبالتالي سوف تقلب الموازين. نعم، نحن في ظل قوانين دولية مجهفة ظالمة داعمة بشكل واضح وعلني وسري ومن تحت الطاولة ومن فوق الطاولة للاحتلال الإسرائيلي. لمواجهة هذا الأمر، لمواجهة الفيتو في حال توجهت الدول الإسلامية لمجلس الأمن بشأن إرسال قوات عسكرية إلى فلسطين، يجب أن يكون هناك وحدة في الموقف الإسلامي والعربي. وحدة، هذه الوحدة تكون قادرة على الضغط على أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما إذا بقيت كل دولة إسلامية وكل دولة عربية تتصرف لوحدها وبانفرادها، فإن مع الأسف الشديد واقع فلسطين وواقع الشعب الفلسطيني سوف يبقى كما نراه الآن ضحية للاحتلال الإسرائيلي ولآلة الإرهاب والإجرام الإسرائيلية. وبالتالي اليوم الدعوة إذا أرادت فلسطين أن توقع مثل هذه الاتفاقية مع تركيا، أو إذا أراد المجتمع الإسلامي إرسال قوات عسكرية إلى فلسطين، المطلوب الوحدة، الوحدة الداخلية في فلسطين والوحدة العامة بين المسلمين. ولا يوجد حل إلا هذا الحل، وهذا أمر منطقي وأمر عقلي، وبعيدا عن العواطف هذا أمر عقلي، ولا يوجد حل آخر. وبالتالي شبعنا كلام البعض يقول الآن، وكثير ما نقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي وفي اللقاءات التلفزيونية والمقالات، شبعنا كلام. نعم، شبعنا كلام. الآن تركيا تقدم خطوة عملية على الأرض عسكرية كما ذكرت في البداية. المجتمع التركي بدأ يتهيأ لهذه الفكرة. المطلوب الآن عمليا دعم هذه الفكرة والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وبطبيعة الحال يعني أكثر من 50 دولة إسلامية في العالم قادرة، إذا أرادت قادرة، أن تضغط على أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لتمرير مثل هذا القرار دوليا، وبالتالي إرسال القوات العسكرية إلى فلسطين. ولا حل آخر برأيي على الإطلاق. فالكرة الآن بالملعب التركي لتستمر تركيا ولتصر على مثل هذا الموقف وهذا المقترح، وأيضا الكرة في الملعب الإسلامي والعربي. دعنا نرى وجهة نظر لدعم مثل هذه الفكرة سيد بشكل حمزة جدي. وجهة نظر من خارج تركيا، دكتور إسماعيل، وأنت تتحدث معنا من باريس، برأيك ما أمكانية استجابة الدول الإسلامية وخاصة الكبرى للمقترح التركي، وهي خطوة عملية بالفعل على الطريق الصحيح؟ أعتقد أن هذه الخطوة، الخطوة التركية، هي خطوة ستحرج المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ككل. يعني هذه حقيقة هذا إجراء عملي، لا نبقى في إصدار البيانات والتنديد وهذه الموقف المتفرج، بل بالعكس أنا أعتقد أن هذه الخطوة
هذه الخطوة ستحرج وستفتح الباب يعني في الحقيقة، حتى لا نكون أصحاب نظرة سوداوية نقول بأن هناك دول ربما تريد أن تبادر ولكن ليست لها الجرأة التي تملكها تركيا. هذه الحقيقة يعني نقولها بكل مرارة، يعني لأن العالم العربي هو كما هو معلوم أن الدول العربية اليوم مغلوب على أمرها، فكل سياساتها مرهونة، كل سياساتها الخارجية مرهونة شمال، يعني سواء في منطقة في الشرق الأوسط أو سواء في شمال إفريقيا. الحقيقة هذه الحقيقة، ربما أن الموقف هذه المبادرة التركية ستعطي وستفتح الباب أمام اجتهادات من هذه الدول، سواء الدول العربية أو الدول الإسلامية. هذه نقطة. نقطة أخرى، أعتقد أن الصمود المبهر للمقاومة في غزة يعطي أيضا صورة أخرى ويعطي أيضا معطيات جديدة لهذه المعادلة التي أريد لها أن تجهض. القضية الفلسطينية أريد لها أن تمحى وأن تصبح في من خلال ما يسمى بصفقة القرن. صفقة القرن في اعتقادي أن أوراقها اليوم تمزق في عن طريق صواريخ غزة، صواريخ غزة هذه التي في هؤلاء المثبطون الذين يقولون بأن هذه القذائف سوف تحدث الغبار بدون نتيجة، بل بالعكس ستستفز الطرف الإسرائيلي. لكن هذه القذائف اليوم جعلت تل أبيب تعيش تحت الملاجئ، جعلت تل أبيب تعيش حالة من الذعر، جعلت كل المدن الإسرائيلية المحتلة الفلسطينية المحتلة تعيش حياة. لاحظنا كيف الجنود تفر، لاحظنا كيف المدنيون كيف يفرون لتلك المخابئ. هذه القذائف يعني معنى ذلك أنه دليل على أن الأمة لو تعطي لهذه المقاومة حقها وقيمتها لكان الكيان الصهيوني لكان في حجمه وفي في في بقعة وفي رقعته. اليوم أصبح الكيان الصهيوني له صيد دولي تحت حماية دولية. لماذا؟ لأنه وجد حماية من أطراف عربية ربما تسعى لوأد هذه المقاومة. كيف لاحظنا كيف كانت تشيطن هذه المقاومة؟ هذه أيضا هذه أعتقد أن هذا الصمود سيعطي تصحيح للمفاهيم وللمصطلحات، مصطلح الإرهاب الذي ما زال يغلط على أساس أن هذه المقاومة هي مجموعة من الإرهابيين. لا، هذه مجموعة مسحت عار الأمة التي تعيشه اليوم، هذا الذل وهذا الهوان الذي تمر به اليوم الأمة. الآن في اعتقادي أن المقاومة في فلسطين، المقاومة في غزة مسحت هذا العار وأعطت دروسا على أن الصمود مهما كان، هذه القذائف التي هذا الصاروخ الذي لا يساوي $1,000 إسرائيل تقابله بالترسانة بصاروخ يساوي $100,000. انظر للحسابات فقط، إذا كان هذا الصاروخ الذي لا يعطي نتيجة يذهب إلى خسارة $100,000، فهذه نتيجة، هذه نتيجة حتى وإن لم يصب الهدف الذي يعني لم يصب هدفه. فأعتقد الجميع يقول أن هذه المقاومة صنعت ما عجزت الأمة عن أن تصنعه وحملت في الحقيقة حملا ثقيلا نيابة عن الأمة كلها. في نهاية هذه الحلقة أشكرك دكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك. وشكر أيضا لرئيس تحرير وكالة أنباء تركيا حمزة تكين، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول. ومن بيروت عبر سكايب أيضا الشكر الجزيل للدكتور المحامي طارق شندب المحامي اللبناني وأستاذ القانون الدولي، والشكر أيضا لك أستاذ زهير عطوف الباحث والكاتب والباحث في الشأن السياسي، شكرا لك. والشكر لكم أيضا مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة، إلى اللقاء.